ليني النهارده اخونا مايكل هيقول لنا شويه تاملات كده في رفع بخور باكر في القداس. واخونا مايكل خلاص بقى واحد بالاجتماع، يعني مش محتاجين نقدمه بقى واحد مننا. اتفضل يا مايكل. سامعني ولا انا صوتي واطي شويه؟ سامعني كويس؟ سامعني كده؟ طيب تمام. طيب احنا اتكلمنا كام مره كده على حتت كده في طقس القداس، فهنراجع بسرعه كده اللي احنا قلناه قبل كده ونكمل النهارده جزء جديد. فلو تفتكروا احنا في الاول ابتدينا نتكلم على ان طقس القداس ما بيبتديش اكشولي في اليوم بتاع القداس، بيبتدي من اليوم اللي قبله. فاكرين؟ حلو قوي. قلنا ان طقس القداس بيبتدي من عشيته، وبعد العشيه بيبقى في عندنا التسبيحه، وبعد التسبيحه اليوم اللي بعده بيبقى فيه القداس. واتكلمنا على ان في يوم طويل كده اتكلمنا فيه، كان يوم جميل قوي. اتكلمنا فيه على الجواب من سؤالين مهمين: ليه الطقس؟ ليه بنعمل طقس؟ ليه الكنيسه مهتميه جدا بالطقس؟ واتكلمنا على ليه القداس. واخر مره اتكلمنا فيها اتكلمنا ازاي ابتدي استعد قبل ما اجي الكنيسه واحضر القداس. النهارده هنتكلم على طقس رفع بخور عشيه وباكر. هو بصراحه طقس كبير قوي وجميل قوي، بس احنا مش هنقدر ان احنا نغطيه كله، فاحنا بس هنتكلم على حتت يعني زي لحظات مهمه كده فيه. تمام. لو تفتكروا اخر مره اتكلمنا قلنا ان الكنيسه، يعني لما بنيجي ندخل الكنيسه حاجتين بس نلاحظهم: ان اول ما بتدخل بيبقى في عندك حامل الايقونات هنا، وحامل الايقونات دايما هتلاقي عليه صوره الصليب، وتحتيها صوره العشاء السري، وتحتيها الباب بتاع المسبح. وكان يعني الكنيسه عايزه تقول لنا ان اللي حصل على الصليب هو نفسه اللي حصل ساعه العشاء الرباني، هو نفسه اللي بيحصل على المسبح دوت. حاجة تانية برضو علشان هنحتاجها قدام، دايما هنلاقي صورة الست العذراء الناحية دي، وصورة السيد المسيح بتبقى على الجنب دوت علشان تبقى جلسة الملكة على يمين الملك، وهنرجع لها واحنا بنتكلم. وطبعا في معظم الكنائس على حسب طبعا المكان بتاع بيسمح ولا لا، بس بيبقى في عندنا الباب الكبير اللي هو الباب الملوكي، اللي هو المفروض الكاهن هو اللي بيدخل منه، ويبقى في البابين اللي من على الجنب اللي هو الشعب وحضرتك بتدخلوا منه. طيب اول لقطه ولسه ما قلناش اي حاجه كده، ابونا دخل بيسجد قدام الهيكل وبيدخل جوه وبيكشف راسه. وفكره ان هو بيكشف راسه ان هو بيقول اني يعني ان هو بيقول لربنا اني انا مكشوف قدامك، واني انا وانت يا رب يعني مختبر القلوب وفحص الكلى، وانا يا رب يعني اجعلني مستحق ان انا اصلي. وبعد كده بيفتح الستر، ولحظه فتحة الستر دي بقى يعني لحظه يعني لقد هرمنا لاجل هذه اللحظه زي ما بيقولوا. ليه بقى؟ يعني الطقس اليهودي زمان كان دايما الكاهن ما يقدرش ان هو لما يدخل يصلي ما يقدرش ان هو مثلا تلاقي الباب مفتوح، لازم المكان مقفول. انما بسبب النعمه وبسبب ان الصلب والفداء يعني الحاجز المتوسط اتزال، ودي لحظة يعني لو في واحد يهودي تلاقوا اتشل في النص ازاي. طيب فكون ان الستر بيتفتح دي بتلاقي ان ابونا وهو بيفتحه بيقول إليسوني ماس، يعني ارحمنا يا رب. وبعد كده بيبتدوا ابانا الذي في السماوات، وابونا وهو بيصلي فلنشكر صنع الخيرات، بعدها بيجي بيبقى واقف هنا يعني كأنه يعني ما بيرضاش يدخل جوه الهيكل، مش ان هم يعني ماسحين الهيكل فمش علشان كده ما دخلش، هو ما بيدخلش كانه يعني بيقول احنا يعني ما نستاهلش النعمه ان احنا ندخل الهيكل، احنا دي نعمه كبيره قوي ان انا ادخل الهيكل واحنا طالبين رحمه ربنا. فلحظه فتح الستر دي لحظه يعني بركه كبيره قوي، يا ريت يعني كلنا نقدر ناخد البركه بتاعت ان احنا نحضرها.
طيب يبقى بنفتح الستر بتاع الهيكل وابونا بيقف بيقول فلنشكر صانع الخيرات. بيقف هنا وبتلاقي انا هدوخك معايا معلش يا روماني. وبتلاقي على طول الشماس بيجي يقف جنبه هنا. الشماس بيقف جنبه لان يعني كاني بنقول ان ابونا اللي هو يعني الشفيع بتاعنا هو اللي بيبقى هو الموجود، مفيش حد بيوقف ما بينه وما بين الهيكل يعني. فاحنا كلنا بنبقى واقفين او الشماس بيبقى واقف وراه. طيب بيصلي ابونا فلنشكر صانع الخيرات، وبعد ما بيخلصها بتلاقوا الشمامسه او الخرس بيبتدي يقول لحن اسمه ارباع الناقوس. ارباع الناقوس، ارباع جمع ربع، لان هو اللحن بيبقى متقسم كده ارباع صغيره وربع بيبقى قدام ربع، بيبقى في خرس الابلي والخرس البحري بيبتدوا يرابعوا بعض. والناقوس لان ابونا بيلعب الشمامسه بيكونوا بيضربوا على الناقوس. في الوقت دوت بقى بيدخل ابونا بيعمل حاجه لطيفه قوي، بيبتدي ان هو يحط خمس ايادي بخور او خمس ايادي بخور في الشريه. خمس ايادي ديت تبقى بترمز للخمس ذبايح مشهورين جدا في العهد القديم. وفكره ان الذبايح ديت كان ذبايح جميله وكان ذبايح مقبوله وكان ذبايح يعني ليها زي تاريخ، وعلشان كده احنا بنحط ابونا بيحط الخمس ايادي بخور دول علشان يعني تبقى بنفتكر الذبيحه ديت ونقول يا رب يعني يقبل صلاتنا ويقبل رفع البخور دوت زي ما قبلت الذبايح اللي فاتت. بعد كده بقى بيحصل حاجه غريبه شويه، انا نفسي يعني لما اتشمت شماس كانت شويه مش فاهمها يعني. بيبتدي تلاقي ابونا والشماس قاعدين بيلفوا حوالين ورا بعض في جوه، بتلاقي ابونا كده يقف يعني لو ده المسبح مثلا بتلاقي ابونا يجي يقف هنا وهو ماسك الشوريه، وتلاقي الشماس يكون واقف قدامه هنا. وبعد كده تلاقي ابونا يبتدي يجي مكان الشماس والشماس يجي يقف مكانه تاني، وهنا يعني ويفضلوا يلفوا ورا بعض كده تمام. هو ايه اللي بيعملوه دوت يعني؟ هم ليه بقى بيلفوا ورا بعض وليه في يعني هم بيلعبوا مساكه؟ طيب يعني ليه بيحصل كده؟ اللي بيحصل في الوقت دوت ان هم بيصلوا اواشي سرا. يعني ايه اوشيه؟ حد يعرف يعني ايه اوشيه؟ طلبه، بيصلوا طلبات سرا. ابونا بيكون واقف هنا وهو ماسك الشوريه وبيبخر بيها ويبتدي يقول اوشيه اسمها اوشيه السلامه، اذكر يا رب سلام كنيستك. وتلاقي الشماس بيكون واقف قدامه هنا وهو ماسك البشاره والصليب وبيقولوا اطلبوا صلوا من اجل سلام كنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه. وبعد كده ابونا وهو جاي هنا بيبتدي يقول هذه المسكونه من هذه المسكونه من اقاص مسكونه الى اقاصيه. وبعد كده يبتدي يصلي اوشيه الاباء. وبعد كده لما يرجع هنا تاني يصلي اوشيه الاجتماعات. طب هو ليه ابونا يعني ليه بيصل يعني ليه هم لما بيصلوها ليه بيلفوا يعني؟ طب ما يصلوها هم واقفين، يعني ايه فكره ان هم يلفوا حوالين المسبح؟ الفكره ان ابونا بيبقى ماسك الشوريه، والشوريه دي كده بالبلدي هي يعني البرفان بتاع الكنيسه. يعني احنا بره بيبقى فيه برفان، احنا عندنا بيبقى فيه شوريه تمام. ابونا طول ما هو ماشي يعني بيرش البخور ديت على المسبح، وكانه يعني لاني اسمك كدهن مهراق، فمكان ما بيتقال اسم المسيح ومكان بتاع فيه اسم المسيح لازم تبقى فيه يعني ريحه المسيح الحلوه بتبقى موجوده اللي هي بنرمز لها بالبخور دهن المهراق. وحاجة تانية ان بيحاول ان الكنيسة بتحاول ان هي توصل لنا فكرة الملائكة اللي بيخدموا السيد المسيح، كأن ابونا هو بيلف هو والشماس بيرمزوا للملائكة اللي هم بيطوفوا حوالين السيد المسيح وهم بيخدموا الرب فوق. فبيبتدي ابونا بيقول اذكر سلامة كنيسة الله الوحيدة، والشماس يرد عليه ويقول له صلوا من اجل سلام كنيسه الله الواحده الوحيده. طب صلوا دي متقاله لمين بقى؟ المفروض لينا احنا اللي احنا بنبقى قاعدين هنا. فاحنا لما نلاقيهم قاعدين بيلفوا ورا بعض ما نقعدش بقى نقول يا ترى مين اللي هيكسب ومين هيسبق التاني. لا احنا نكون قاعدين هنا وفاهمين ان في الوقت دوت في صلوات بترفع لسلامه الكنيسه وصلوات للاباء وصلوات للاجتماعات، واحنا بنصلي الوقت دوت ان ربنا يحفظ الكنيسه والاباء بشفاعه القديسين اللي احنا بنقول لهم ارباع الناقوس ديت. ارباع الناقوس لحن مشهور قوي، كريالاي سونتنو اوشتيم فيوت نيمفشي
لحن كلنا عارفينه كده ولحنه مميز قوي كده فيه شويه لجاجه كده. مهم ابونا لما بينزل يعني بعد ما بيخلصوا الدوره بتاعه البخور ابونا بينزل هنا وبيعمل حاجه اسمها صليب بخور. صليب بخور دي ان هو بيسجد ثلاث مرات بيقول نسجد لك يا المسيح اما انا فبقصر رحمتك وامام الملائكه اسجد لك وردت قدام هيكل قدسك. وبعد كده بيبتدي يدي بخور للست العذراء هنا وفي الغالب يعني في معظم الكنائس او يعني اكوردنج للطقس الاصيل بيبقى في جنبيها صوره الملاك غبرييل بيقول يعني يعني السلام لك يا ايتها العذراء ومع الملاك غبرييل. وبعد كده يبص لناحيه الغرب ناحيه الشعب ويقول السلام لمصاف القديسين والملائكه. طبعا انا يعني نقول مصاف القديسين ايه يا عم ده دول حبايبنا يعني ده روماني وعصام وطيبر يعني الناس دي كلها طب فين الملائكه والقديسين دول. يقول لك ان فعلا ارواح الملائكه والقديسين وقت القداس بتبقى حاضره معانا. وابونا هو بيقولهم يعني هو مش الراجل يعني بيعظم مننا لا هو اكشلي بيقول لنا ان بيبقى في ملائكه وقديسين حاضرين معانا. بعد كده بيدي بخور ناحيه الغرب هنا بتبقى في ايقونه يوحنا المعمدان وبيقول السلام يعني للكاهن ابن الكاهن. واحنا بنعتبر يوحنا ان هو كاهن علشان خاطر هو يعني لما عمد المسيح كانه سلمه ذبيحه للصلب. وبعد كده في الاخر بيبتدي تكون كده خلصت اشيه تكون خلصت دوره البخور مع اربع الناقوس بيبتدي يدخل في الجزء اللي بعديه ان هو بيقول اشيه والاشيه او بيقول اواشي بس اواشي بتبقى جهرا. يبقى معلش عشان انتوا شكلكم نمتوا معايا نبتدي من الاول تاني ونراجع. اول حاجه ابونا بيعملها ايه وما بيعملش حاجه ولا ايه؟ ابونا جه بيدخل بالايسوني ماس وبيفتح الستر. بعد الايسوني ماس ويفتح الستر فلنشكر صنع الخيرات برافو عليكم. بعد فلنشكر صنع الخيرات بتبتدي دوره البخور واربع الناقوس. تمام. الجزء اللي بعد كده بتكون الاشيه او الاواشي. والاواشي هنا بتختلف من كنا في عشيه او ان كنا في بكر. الكنيسه بتحاول دايما تفكرنا بكل وقت بان العمر دوت مش دايم وان العمر ليه وقت معين وهو ده واحنا لازم نكون فاكرين دايما نكون قدامنا رساله توبه. فتخيلوا كده معايا ان ابونا دخل القداس بيسال يا جماعه هو فين عم عبد المسيح. فيقولوا يا عم عبد المسيح تعيش انت يا ابونا. فيقول لك طب خلاص تعالوا نصلي له اشيه الراقدين. تمام. طب وفين عم جورج؟ لا عم جورج ده عيان. طب تعالوا نصلي له اشيه المرضى. طيب فين عم مينا؟ لا عم مينا مسافر. طب خلاص تعالوا نصلي له اشيه المسافرين. تمام. طب فين مايكل؟ لا مايكل راحت عليه نومه نصلي له اشيه النائمين. مفيش احنا عندنا اشيه النائمين دي. فاحنا الكنيسه عندنا بتحاول ان هي تصلي اشيه الراقدين ودايما اشيه الراقدين دي دايما في العشيه تتصلى اشيه الراقدين. ليه؟ علشان اخر اليوم بيرمز دايما للموت فبيفكرنا دايما باخر يعني باخر ان الحياه ليها اخر وتبقى دايما رساله توبه. فالكنيسه دايما علشان احنا الكنيسه ديت او خدمه القداس ليتورجيه وخدمه شركه فاحنا دايما بنفتكر الراقدين وبنصلي لهم. نصلي لهم امتى؟ نصلي لهم وقت عشيه. يبقى عشيه بنصلي انهي اشيه؟ الراقدين. باكر بقى من اتنين للجمعة بنصلي دايما أشية المرضى والمسافرين. نصحى الصبح نصلي للمرضى ونصلي للمسافرين من اتنين للجمعة. يوم السبت لأن يوم السبت دوت كان فيه السيد هو يعني تذكار إن السيد المسيح كان في وقت دوت في القبر برضو بنصلي أشية الراقدين. يوم الحد ده يوم الرب في الطقس الأصيل زمان يعني يقول لك يوم الحد دوت ما كانش يعني ما كانش حد يسافر فيه ولا حاجه او ما كانش حد يطبخ. هتطبخ ازاي ده يوم الرب حد يطبخ يوم الرب. فيوم الحد ده كان يمكن ما كانش فيه سفر كتير فكنا بنصلي فيه اشيه المرضى بس. تاني يبقى العشاء بنصلي فيها ايه؟ الراقدين. باكر بنصلي فيها من اتنين للجمعه بنصلي في باكر اواشي ايه؟ مرضى ومسافرين. يوم السبت بنصلي أشيه ايه؟ الراقدين. يوم السبت ده تذكار السيد المسيح وهو في القبر فبنصلي له أشيه الراقدين. تمام. يوم الحد بنصلي أشيه المرضى بس
علشان ما حدش بيسافر. طب ايه أشية القرابين دي بقى؟ أشية القرابين دي أشية جميلة قوي، بس يمكن علشان هي ليها لحن طويل قوي كده ولحن جميل، يعني اللي هو اعطيهم البقيات عود الفنيات ال 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 ثانية واحدة البقيات عود الفنيات الأبديات عود الزمنيات، تلاقي كده ابونا يعني حتى وهو بيقولها كده يعطيهم البقيات عور الفانيات الأبديات عور الزمانيات بيوتهم، تحس كده ان ابونا يعني شوية شوية يعني هيشحط على شعبه علشان يعني طب رح انا اتأخرت لا انا بطل. فتحس كده ان ابونا بيدي كده رتم كده يعني في لجاجة كده وبيشحط كده على الشعب البلدي بيقول له يا رب احنا بنتوسل اليك يا رب. وعلى فكرة هتلاقوا طول طقس القداس ابونا كل شوية بيصلي نص القداس بره وبعد كده يدخل ياخد يصلي القداس جوه، كأن ابونا يعني بياخد الطلبات مننا وبيدخل جوه بيقدمها للرب يقول له زي كده يعني زي يعني وكيل مجلس الشعب كده ياخد الحاجة من هنا وبعد كده يوديها هنا. أشية القرابين دي مش بنصليها غير في يعني المفروض ان هي ممكن تتصلى في كل الايام بس بالذات يوم الحد بنصلي فيه أشية القرابين. يبقى تاني اخر مره الاواشي علشان خاطر ايه نبقى ضمننا ان هي سبتت. فعشيه بنصلي أشية ايه الرقدين دي وخلصنا منها. في باكر من اتنين للجمعه بنصلي اواشي ايه مرضى ومسافرين والقرابين لو معانا وقت. يوم السبت تذكرة السيد المسيح في القبر بنصلي أشية الرقدين. برافو عليكم. يوم الحد علشان يوم الرب بنصلي فيه أشية المرضى وأشية القرابين. سهلة؟ أنا معايا وقت ولا معايا خمسة كده؟ طيب آخر حاجة ويمكن دي أجمل حاجة وبعد كده أنا بقى نكمل بقية الطقس الأسبوع المرة الجاية. لما بعد ما بنخلص الأشية بيبتدي بقى ان كان المعلم بيبتدي يقول تفضل يا رب ان تحفظنا لو كنا في عشيه او فلنسبح مع الملائكه لو كنا في باكر، ويبتدي يقول لحن اسمه الزكسولوجيات. في الوقت دوت ابونا يعني بيبتدي دوره ثانيه اسمها دوره البخور، ودوره البخور دي اللي بيحصل فيها ان هو بعد ما بيلف دوره كده حوالين المسبح وينزل من المسبح ويعمل صليب البخور اللي احنا اتكلمنا عليه، بتلاقي ابونا يجي على المنجليه القبطي وياخد ويدي قدامها بخور ويجي على المنجلية العربي ويدي قدامها بخور. طب هو ليه بيدي قدام المنجلية بخور؟ يعني هو احنا ليه بنبخر للمنجلية؟ لان المنجلية رمز لكلمة الرب وكلمة ربنا علشان عليها يعني الانجيل، فهي بترمز لكلمة ربنا. بعد كده لو في رفات قديسين بيدي لها بخور. زمان او يعني في الطقس الاصيل رفات القديسين بتبقى موجودة هنا مش موجودة ورا في كنيسة، بس يعني احنا بتحط ورا علشان خاطر اللي عايز ياخد بركه فبيدي لها بخور. ولو في كاهن او حد لو في كاهن بيصلي معاه القداس برضو بيدي له يد بخور، وهنا بيدي البخور للكهنوت اللي في للكاهن، يعني بيقول له يا رب يعني بيقول له اسالك ان تبارك كهنوتي، ويقول له يا رب يحفظ كهنوتك زي ما حفظ كهنوت ملكي صادق. وبعد كده بينزل ابونا ويبتدي يلف بيلف في الكنيسه، بيبتدي يلف وياخد ويبخر قدام القديسين ويروح لغايه اخر الكنيسه ورا خالص، وبعد كده يمشي في الكوريدور اللي في النص دوت، وبعد كده يجي ناحيه السيدات ويبتدي يلف لغايه الاخر خالص، وبعد كده يرجع ويقف في التلت الاخير اللي هناك دوت. طب ليه يعني هو بيمشي رجله مثلا؟ الفكره ويبقى كمان معاه الشورية. ما قلناش احنا ان بيبقى معاه الشورية، والشورية اللي بتشخلل دي واحنا مش عارفين طب بتشخلل ليه؟ طيب يعني مبروك الشورية. الفكرة في ايه بقى؟ ان في الوقت دوت المفروض ان يابونا وهو بيلف كان في الطقس، يعني في الطقس ان يابونا بيبقى ماشي وبيبارك كل واحد كده بيصلي على راسه ويمسك الصليب كده ويقول له يعني بركة رفع بخور عشية او رفع بخور باكر تكون معاك. وهو ماشي وبالشورية كده وبيبخر وفيها صوت الشخاليل دي تفكرنا ان لو في واحد مثلا
كان في خطيه تعباه شويه او مثلا حاجه ما لحقش يعترف عليها يكون محضرها، وممكن بقى لو حاجه تعباه يعني يقولها لابونا كده بسرعه، يقول له يا ابونا حللني يا ابونا انا عملت كذا قبل التناول. فاكرين لما كنا بنتكلم على طقس على الاستعداد قبل القداس، وقلنا ان اهم حاجه الاستعداد قبل القداس برضو ان احنا نكون محاسبين نفسنا، ولو كان في وقت ما بين الاعتراف وما بين التناول وحصلت خطيه في النص وتعبانا نبقى نكون محضرينها في الوقت دوت. انت ممكن لو انت محضر الخطيه او يعني مش محضر يعني رجعت نفسك وكده وحطيتها في دماغك وحاسبت نفسك، لما تسمع صوت الشريه كان ابونا بيفكرك وبيقول لك خلي بالك تقدر انك انت تعترف ليه. بعد ما ابونا ما بيلف اللفه ديت ويروح لغايه الاخر خالص، وبعد كده بيرجع ويلف، وبعد كده يجي هنا ويقف في النص، يقف كده في التلت الاخير عند الكنيسه وهو بقى خلاص لم الاعترافات بتاعتنا، ويقف في الحته ديت ويبقى باصص. يعني المكان دوت سبيشال شويه على لابونا، لان هو بيبقى شويه بيبقى باصص للجزء اللي بيبقى فيه عنده اللي احنا بنسميه مكان الصلابوت او مكان اللقان. عارفين عارفين انتوا ليه في الخور اللي في البصخه الشمامسه بيطلعوا يقفوا كده من تحت؟ عارفين ليه في البصخه احنا ما بنصليش عند الحته اللي بنقف فيها؟ ليه بنطلع نقف بره؟ لان الصلب لما حصل وقت الجلجثه حصل خارج اورشليم، فاحنا علشان كده بنصلي في الحته اللي من تحت ديت. وهو كاني يعني الفكره كلها ان ابونا لما بيوقف هنا كانه باصص لمكان الصلب، المكان اللي هو اللي حصل فيه الفداء. فبيصلي في الحته ديت بيصلي حاجه اسمها الاربعاء الخشوعيه. الاربعاء ديت اللي هي بيصلي فيها كلها ارباع بتتكلم عن الفداء، وبيقول له يا رب يعني انت يعني انا مش فاكر بصراحه الكلام، مش مهم ان احنا نحفظه، بس يعني هو بيتكلم كلها كلام بيلف كده ويعمل صليب بخور برضو ويتكلم فيها ارباع عن الفداء، ويرجع تاني للهيكل ويدي يد بخور ويقول حاجه اسمها سر الرجعه. ايه سر الرجعه دوت؟ يعني هو راجع منين يعني؟ فكره سر الرجعه دوت ان هو بيبتدي فيها يقول يا الله الذي قبل اليك اعتراف اللص على الصليب، لان هو رجع وشايل بقى جواه كل الخطايا، محمل بكل الاعترافات وبكل الصلوات اللي صليناها، وبيروح هناك وبيقول له يا رب يا اللي قبلت اليك اعترافات اللص على اللص اليمين اقبل اليك اعترافاتنا. واحنا في الوقت دوت لما بنكون بنصلي بنكون بنسمع اربع بنكون بنسمع الزكسولوجيات، فالمفروض ان احنا في الوقت ده بنكون بنقدم وقت صلاه توبه، وبنكون بنفكر ان بشفاعه القديسين دول يا رب اقبل توبتنا. وشويه الكنيسه في الحته دي بتحاول تربط طقس العباده بالتقديس عشان تقول لك ان يعني تشوقنا ان احنا لما نتعبد وان احنا لما يعني ونمارس طقس العباده دوت ممكن نبقى في وقت من الاوقات يعني مع مصاف القديسين دول. انا علشان الوقت هنقف هنا، بس قبل ما امشي كده محتاجين ان احنا ايه نراجع اللي فات دوت. فاول حاجه قلناها ابونا لما بيدخل بيعمل ايه؟ بيفتح الستر. لا قولوا معايا بيفتح الستر. تاني حاجه صلاه الشكر. تالت حاجه اربع الناقوس مع دوره البخور. رابع حاجه الاواشي. قلنا لو كانت في عشيه بنقول اشيه الراقدين، لو كانت في باكر بتبقى اشيه مرضى ومسافرين وقرابين او راقدين على حسب الايام. بعد ما بيخلص بتبتدي الزكسولوجيات وبيبتدي ابونا دوره البخور بتاعته، واتكلمنا على ليه الشوريه بتبقى فيها بتعمل دوشه، واتكلمنا على اني انا لازم افتكر الاعتراف بتاعي، وبرضه شرحنا ليش الشماس وابونا بيفضلوا يلفوا حوالين بعض كده. حد عنده اي سؤال؟ بس خالص يا مايكل يعني حاجات حلوه خالص وعلى الله نفتكرها. المفروض تجيب لنا المره الجايه معاك بقى هاند اوت كده اهوت، يعني في النقط بس فاحنا يعني نحاول نفتكر. ماشي، المره الجايه تجيب لنا معاك هاند اوت. اوكي خلاص، برام بقى يجي يسمعنا ترانيم حلوه. معلش يا مايكل.
مساء الخير. ميرسي يا مايكل على الكلام اللي لازم تعمله في سي دي كده حلقات، وبجد يبقى حاجه قيمه جدا للكنيسه. يعني لازم الاباء هنا نتكلم معاهم في الموضوع ده، يعني لان انا اول واحد محتاج الترتيب الجميل اللي انت قلته ده. يعني تعالوا نرنم مع بعض كده مجموعه من التسابيح والترانيم. وفي الترانيم احنا فيها حاجه جميله، احنا في اوقات كتير بنسمع وعظ وبنسمع تعليم حلو، لكن نيجي في وقت الترانيم ده القليل نحاول نتكلم بقى، احنا نتكلم مع ربنا. فالواحد بيطلع بقى مشاعره وبيطلع محبته لربنا واللي عايز يقوله في كلمه بسيطه وفي ترنيمه كده ملحنه بشكل بسيط. فتعالوا نقول كده حاجه كده، نقوله ادنو اليك ارتاح يا رب، يعني نقرب منك شويه نرتاح كده بقى ونهدى ونكون في محضرك. يعني أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمعي العين حبا وليس جراح. أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمعي العين حبا وليس جراح. حبيبي سباني بحبه، سباني شفاني ورواني بغمره، رواني جذبني حب إليه، أتي وعيني عليه، جلست بين يديه ووقتي نساني. جماله فتان وقلبه كل حنان، محضاره ملآن بالجود والإحسان. جمال يسوع فتان وقلبه كل حنان، محضاره ملآن بالجود والإحسان. حبيبي سباني بحبه، سباني شفاني ورواني بغمره، رواني جذبني حب إليه، أتي وعيني عليه، جلست بين يدي ووقتي نساني. آخر عدد. شوقي يا ربي إليك، إليك وليس سواك، أكون ملكا ليك فمبتغي رضاك. شوقي يا ربي إليك، إليك وليس سواك، أكون ملكا ليك فمبتغي رضاك. حبيبي سباني بحبه، سباني شفاني ورواني بغمره، رواني جذبني حب إليه، أتي وعيني عليه، جلست بين يدي ووقت نساني.
ترنيمة اللي جاي تقوله أنا إناء أسود كثير علي. الواحد بيقول ربنا أنا زي الخزفة كده، بس مش خزفة جميلة يعني، لكن وقعت في إيد فخاري كبير وجميل وإله عظيم، فعمل منها حاجة جميلة جدا، تحفة يعني معمارية. وربنا قال مثل الفخاري ده علشان يقول إن هو الفخاري الأعظم اللي يقدر يصنع مني أنا ومن كل جراحاتي ومن كل ظروفي شيء جميل يشبه صورة المسيح. ولما قال كده مرة يعني عاوزنا نتغير عشان نبقى على نفس الصورة اللي هو المسيح عليها. كأننا في مرآة نبص كده، فالواحد ما يشوفش شكلي أنا، ما يشوفش شكل روماني، وما يشوفش، تشوف صورة المسيح في شكلي على طول. فده ربنا حابب وفي خطته لكل واحد فينا ان احنا نبقى كده. هو راسم لكل واحد من وقت انه يكون في خطة المسيح، يكون شبه المسيح. فاذا كنا يعني في وقت، وانا اول واحد عندنا امور كتير في حياتنا بنغلط فيها قدام الله، الترنيمة دي يعني تقول له انا غالي فيك، راح يعرف انه غلاوته قد ايه عند ربنا يعني. أنا إناء أسود كثير عليل، لقتني إيد خداف ملوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا إناء أسود كثير عليل، لقتني إيد خداف ملوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عني أمري، وضعفي صار صغيرة واسكت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عني أمري، وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني ديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. أنا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص في عني امري، وضعفي صار اذكر ده دمك هو تمني وامن. نقول مع بعض، انا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عني أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا بستناك في كل يوم رعية، أجرحكي معاك واسمع ردك عليا، وتضمني ليك يا أبويا وفدية. أنا بستناك في كل يوم رعية، أجرحكي معاك واسمع ردك عليا، وتضمني ليك يا أبويا وفدية. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عني أمري، وضعفي صار صغيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عني أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أمين أمين. عشان كده دايما يعني في حياتنا، الحياة الروحية فيها معركة كده دايما بين الخير والشر، يعني
طول ما الانسان يكون كده عايش في حياته الروحيه يحس ان روحه نفسها يجي يحضر قداس ويحضر وتتناول يبقى كده طاير ويطلع في مكان تاني يلاقي نفسه بيرجع لورا، وتفضل اللفه دي ماشيه كل يوم معركه مع الانسان في حياته الروحيه. وفي المعركه دي الشيطان يجي يقول للانسان انت قيمتك قليله، انت ما تسويش، انت بتعمل وحش وبتعمل كذا وبتعمل كذا. بس ده فكر اعتقد يعني الخدام يقولوا لي انه خاطئ بنسبه 100%، لان يعني الذهب نفترض لو معاك ذهب يعني واحترميته جوه التراب ووسخته كده وحطيته جوه الطين، ما اعتقدش انه إن طبيعه الذهب هتتغير، هيفضل بنفس طبيعته. اه واتعرض لحاجات غلط لكن يفضل قيمته زي ما هي، وقيمه بنوتنا لربنا ما تتغيرش بالظروف وما تتغيرش انا عملت وحش او ما عملت. يظل الله اب واظل انا ابن بغض النظر عن كل الامور الوحشه اللي بعملها. فالشيطان دايما يجي كده يقول قال لي الشيطان خطاياك خلت يسوع يعمل ايه؟ ينساك. خلاص بقى مش موجود، انت من كتر خطاياك والامور اللي كلنا بنقع فيها خلت يسوع ينساك. لكن الترنيمه تقول كده لكني بنفسي سمعته بيقول لي انا وياك. والمسيح كده الترنيمه اللي جايه بتقول كده قال لي الشيطان خطايا. خلينا نقولها مع بعض، بتقول لنا قد ان يعني مش حسب خطاياي وكتر اللي انا بعمله هيقلل من ابوه ربنا ليا او بنوتي ليا. يظل هو اب واظل انا قيمتي كابن زي ما هي بالظبط، بس احتاج اني ارجع بسرعه تاني زي كده لوقا 15 قصص الابن الضال وقصه الدرهم المفقود والخروف الضال وقصص الجميله اللي المسيح قالها عشان يقول لنا ان هو مستني في كل وقت. يظل هو اب واظل انا ابن برغم كل الامور اللي ممكن اعدي عليها، بس الشاطر اللي يرجع بسرعه لحضن ربنا. نسمع الكلام الجميل ده مع بعض ونرنمه كده بصوت واحد كلنا مع بعض. قال لي الشيطان خطاياك خلت يسوع ينساك، قال لي الشيطان خطاياك خلت يسوع ينساك، لكني بنفسي سمعته بيقول لي انا وياك، لكني بنفسي سمعته بيقول لي انا وياك، صليبي ده كان بدالك وقبري ده كان مكانك، انا بدمي فديتك وبموتي قد احيتك، تعال 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 الي الان، تعال 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 الي الان. قال لي يسوع تعال بلاش تنظر للحالة، قال لي يسوع تعالى بلاش تنظر للحالة، أنا في لحظة أغيرك ما عندي حاجة محالة، أنا في لحظة أغيرك ما عندي حاجة محالة، صليبي ده كان بدالك وقبري ده كان مكانك، أنا بدمي
فديتك وبموتي قد أحييتك. تعالى 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 إلي الآن. تعالى تعالى أنا بخطاياي أجيلك وتوبة قلب أديلك. أنا بخطاياي أجيلك وتوبة قلب أديلك. ده أنت اللي حبيتني من يغفر ذنبي غيرك. ده أنت اللي حبيتني من يغفر ذنبي غيرك. صليبي ده كان بدالك وقبري ده كان مكانك. أنا بدمي فديتك وبموتي قد أحييتك. تعالى 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 إلي الآن. تعالى 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 إلي الآن. آمين آمين. تظل دعوة المسيح الآية الجميلة اللي قالها: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا وريحكم تفضل ترن على مدى العصور والأجيال، مش بس في وقتها، دي تفضل لحد النهاردة. يقول تعالوا إلي في كل لحظة في كل وقت. الإنسان اللي عنده أي تعب يجري يحتمي بربنا يلاقي عنده سلام ويلاقي عنده محبة. في ترنيمة جميلة تقول: أنت ليك في حياتي خطة. خليني يا رب أعمل إيه، أفهم أنت عايز إيه من الخطة بقى واللي أنت عاملها. ترنيمة جميلة خالص، خلونا كده نقولها مع بعض بصوت واحد. انت ليك في حياتي خطة، خليني اقبل ما فيها. حلوة مرة 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 بس لازم هتعديها. انت ليك في حياتي خطة، خليني اقبل ما فيها. حلوة مرة 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 بس لازم هتعديها. يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل وراضي. راح أقول لنفسي طيعي ده أنت بتبدل رمادي. يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل ورادي. راح أقول لنفسي طيعي ده أنت بتبدل رمادي. أنت بتبدل رمادي. كنت غافل عيني قافل عن إرادتك عن مشيئتك. بس صوتك قالها قودك مش هسيبك وقت ضيقتك. كنت غافل عيني قافل عن إرادتك عن مشيئتك. بس صوتك قالها قودك مش هسيبك وقت ضيقتك. يا إلهي يا حبيبي من إيديك
قابل ورادي راح أقول لنفسي طيعي ده انت بتبدل رمادي يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل ورادي راح أقول لنفسي طيعي ده انت بتبدل رمادي ده انت بتبدل رمادي مسكة ايدك علمتني اعلى فوق كل الجبال لو اماني الكون سابتني يمحلى وياك الرحال مسكة ايدك علمتني اعلى فوق كل الجبال لو اماني الكون سابتني يحلى وياك الرحال يا الهي يا حبيبي من ايديك قابل ورادي راح اقول لنفسي طيعي ده انت بتبدد رمادي يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل ورادي راح أقول لنفسي طيعي ده انت بتبدل رمادي بدل رمادي مش هبص بعين حزينة عاللي فات من ذكريات انت جايب احلى زينة ليك هدف ايوة ومعاد مش هبص بعين حزينة عاللي فات من ذكريات انت جايب احلى زينة ليك هدف ايوة ومعاد يا الهي يا حبيبي من ايديك قابل ورادي راح اقول لنفسي طيعي ده انت بتبدل رمادي يا الهي يا حبيبي من ايديك قابل ورادي راح اقول لنفسي طيعي ده انت بتبدل رمادي انت بتبدل رمادي امين امين روماني عشان قدس ابونا موجود زكي ابونا حب ترنم ترنيمه معانا ابونا يعني كان من الكورال كان ماسك الكورال زمان نقول ترنيمه اخيره عشان وقت الكلمه نختم كده نقول الهنا عظيم الهنا امين وحافظ عهد وسنين وسنين ربنا دايما امين في عهده ووعوده وما غيرش كلامه ابدا 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 يعني دايما وعوده ثابته لينا احنا نتغير ونتكلم لكن ربنا ما عندوش ظل دوران او يتغير خالص في وعوده معنا فنفتكر كده قد ايه ربنا عظيم في الترنيمه اللي جايه دي إلهنا عظيم إلهنا أمين حافظ عهد سنين وسنين يطعم شعبه في برية يطلق أسرى ومسبين إله دانيال ورب داود ينجع عبيده حسب وعده من سيف جولياط وجب أسود
إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفي كدي ما رحمك جيل ورا جيل وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل في قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار ونضطهد في مرة ولادك نشوفك وسط أتون النار يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوافيك دي ما رحمة جيل ورا جيل وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل إله أبائنا وأجدادنا عهودك لينا ولولادنا يا فادي من الحفرة حياتنا وعدتنا لسه ما هتاخدنا بنعلن إن إيماننا فيك وإن يوم أنكرنا وصاحي الديك بنظرة حب دوبنا ونرجع تاني بتوبة إيك يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوافيك دي ما رحمك جيل ورا جيل وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل يا رب مالكش مثيل. ربنا يبارككم ويكثر من تسبيحكم دايما. شكرا يا برام خالص. النهاردة إن شاء الله معانا أبونا توماس هيقول لنا إزاي نعيش بالكتاب المقدس وإزاي نحيا الكتاب المقدس، إزاي الكتاب المقدس يبقى فيه جزء كبير في حياتنا يعني. اتفضل يا أبونا. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. يعني بشكر الخدام اللي يعني ادوني الفرصه ان اجي اخد بركتكم النهارده. الموضوع هو ازاي يكون الكتاب المقدس جزء في حياتنا، ازاي يكون الكتاب المقدس جزء في حياتنا. لو سالتكم سؤال، كم واحد فينا سمع عظه وعظات عن الكتاب المقدس؟ هنرفع ايدينا ولا لا؟ اكيد صح، كلنا سمعنا عظات كتير قوي عن الكتاب المقدس، وسمعنا عظات كتير قوي عن ازاي نقرا الكتاب المقدس. لو احنا عاوزين نفهم الكتاب المقدس ازاي يكون جزء في حياتي، لازم اسال نفسي كذا سؤال. اوكي، وي ار اول فيري سمارت، كلنا يعني ربنا مدينا ذكاء. اوكي، ومش هيخلي يعني ما فيش حاجه في حياتنا هتبقى جزء من حياتنا الا لو انا حاسس وفاهم واثق ومتاكد ان انا مش ضايع وقت فيها، صح؟ او ليها نفع ليا، صح؟ كلنا لما بنيجي نشتغل بنشتغل هارد علشان في الاخر ايه؟ ناخد فلوس، صح؟ وحاجه مهمه في حياتنا، صح؟ بعلم الولاد
علشان ايه؟ عشان يطلعوا يبقوا دكتور وصيدلي ومهندس ووي وي 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 والحاجات دي كلها عشان اشوف النتيجه قدامي، صح؟ طيب علشان يكون الكتاب المقدس في حياتي مش لازم الاول اسال نفسي سؤال، هو الكتاب المقدس ده مهم ولا مش مهم؟ ما علشان يكون جزء في حياتي، جزء مهم في حياتي، لازم يكون مهم بحيث ان انا اخليه جزء في حياتي، صح كده؟ طيب يعني هنتفق على اتفاق، هل الكتاب المقدس مهم ولا مش مهم؟ لو انا سالت سؤال دلوقتي وقلت لكم هل الكتاب المقدس مهم، لو قلت لكم يعني اللي موافق ان هو مهم يرفع ايده، غالبا ان شاء الله، يعني اتمنى غالبا ان كلنا هنرفع ايدينا، صح كده؟ صح ولا غلط؟ في حد ناوي ما يرفعش ايده؟ طيب الكتاب المقدس هو، احنا هنتكلم في نقطتين، هو مهم ليه وازاي انا بتعامل مع الكتاب المقدس. مقدس كتير بنقرا، ساعات بنقرا ساعات، اوكي، ولما بنقرا الكتاب المقدس ايه النتيجه؟ بعد ما بنقراه ما بنحسش باي حاجه، قرينا ما قريناش الموضوع مش فارق كتير، لان احنا تاني يوم بننسى، ولو قرينا تاني يوم يبقى كتر خير الدنيا ان احنا قرينا يومين ورا بعض، كان نقف اسبوع ونرجع بعديه باسبوعين نقرا مش فاكرين احنا وقفنا فين. فايه اللي بيحصل؟ يبتدي عندنا احباط ان الكتاب المقدس ده حاجه مش مهمه في حياتنا. طيب خلينا الاول نتكلم على اول نقطه، وهي اعتقد اكتر نقطه ممكن تخليني فعلا اهتم بالكتاب المقدس، ان انا احس ان هو حاجه مهمه في حياتي، ومن غير الكتاب المقدس حياتي ممكن تتغير خالص، وبالكتاب المقدس الموضوع هيفرق كتير. هبتدي بقصة صغيرة كده. القصة الصغيرة دي حصلت في أيام الأنبا أنطونيوس. الأنبا أنطونيوس كلنا عارفينه، هو أب الرهبان، وهو بيعلم الرهبان جاله منشور. المنشور ده جاي من الملك قسطنطين، فهو كان بيعلمهم، كانوا بيقروا الكتاب المقدس، أوكي، وكان لما أنطونيوس عامل زي دراسة كتاب صغيرة كده. فالرهبان وهم قاعدين كانوا يعني متحمسين جدا، ونفسهم يعرفوا هو الملك قسطنطين بعت لهم ايه، عاوز يقول ايه. فالأنبا أنطونيوس راح خد الرسالة وحطها جنبه وكمل الكتاب المقدس. الرهبان كانوا يعني very frustrated، متضايقين خالص. طب ازاي يعني ده الملك قسطنطين بعت لنا رسالة، طب يعني دي مش حاجة مهمة؟ حاجة مهمة طبعا جدا. فبعد ما خلصوا فراح طلع، ابتدى يطلع الرسالة ويقراها بتاعت الملك قسطنطين. فقالوا له انت ليه ما قريتها لناش يعني وانس ان هي جت، لان حاجة مهمة جدا. قال لهم كلام ملك الملوك هو اهم من اي كلام من اي ملوك، صح؟ كلام ملك الملوك ده مين؟ اللي هو ربنا، اللي هو السيد المسيح. الانجيل اللي في ايدينا ده هل اؤمن ان هو كلمه ربنا ولا لا؟ هو ده السؤال الاول لو انا حطيته في دماغي، هل اؤمن فعلا ان ال 2000 صفحه اللي في ايدي دولت، او السوفت كوبي اللي في الموبايل، هل ده فعلا كلمه ربنا ولا مش كلمه ربنا؟ الموضوع هيفرق كتير قوي لو انا امنت ان دي كلمه ربنا. الموضوع هيفرق كتير قوي ان انا حاسس ان انا كل كلمه بقراها انا بقرا رساله ربنا ليا. كلمة ربنا بالنسبة لي عبارة عن كنز. انت عارفين امثال السيد المسيح؟ امثال السيد المسيح قال كذا مرة كده يشبه ملكوت السماوات ايه؟ تاجر راح باع كل حاجة وعمل ايه؟ وشرى الحقل اللي فيه كنز. وبعد كده واحد تاني باع كل حاجة واشترى لؤلؤة ثمينة. سيد المسيح بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا يا جماعة كلمة ربنا هي كنز، كلمة ربنا هي لؤلؤة.
الكلام ده انا I really believed، يعني انا فعلا امنت بي لما قابلت شخص اسمه، ما اكيد تسمعوا عنه، يعني اسمه محمد رحومه. حد يعرف اسمه عنه؟ هو كان رئيس قسم الـ يعني حاجه كده في جامعه المنيا، الاسلاميات في جامعه المنيا، وتنصر باسمه بولس صمويل عبد المسيح، ماشي، وجي استراليا هنا وكان بيبشر بسيد المسيح. فانا كنت مره رايح نيوكاسل وهو طلب يعني روح خدته معايا، كنا بنتكلم بندردش يعني في ايه اللي حصل في حياته والحاجات دي كلها. قال لي كلمه انا فاكرها لغايه دلوقتي. قال لي ابونا انا ريلي really انا اي بليم يو، مش انا كشخص، المسيحيين كلهم ليه انا يعني مش مبسوط بالمسيحيين؟ لان انتوا في ايديكم كنز، الكنز ده ما حدش بيستخدمه، الكنز ده في ايديكم وانتوا طمعانين فيه، ما بتطلعوش لحد، ما بتوروش لحد، كنز اللي هو الكتاب المقدس. فهل احنا، هل انا عندي، انا بتكلم، انا هتكلم عن نفسي عشان يعني، لان انا كتاب يعني المواضيع دي بالذات ما فيش حد وصل لدرجة ان هو يعني بيرفكت، ما فيش حد. فالكلام ليك وليا قبليكم انتوا كمان، هل انا فعلا اؤمن ان كلمة ربنا اللي في الكتاب المقدس هي كنز انا لازم ادور فيه؟ كنز، الكنز ده بيكون في صندوق، والصندوق ده مقفول فلازم افتحه وادور. هل انا بعمل كده ولا ما بعملش؟ اوكي، ثم احنا علشان ساعات كتير قوي احنا we spend a lot of time، في وقت كتير قوي احنا بنستخدمه في حياتنا علشان نربي ولادنا ونعلمهم ونخليهم ياخدوا دروس ونجيب لهم احسن اكل ونروح نبني بيت مش عارف فين، على كل ده we spend time ليه؟ علشان احنا عاوزين لهم حياه احسن. طب انا كم واحد فينا استثمر وقته في الكتاب المقدس؟ في آية حلوة خالص بولس الرسول كان بيقولها لتلميذه تيموثاوس. تيموثاوس ده كان صغير، شاب صغير، ماشي، تيموثاوس كانت مامته يهودية وأبوه يوناني، ماشي، اتعرف على المسيحية عن طريق بولس الرسول ودخل المسيحية. مين اللي علمه المسيحية؟ جدته وأمه، لوئيس وإفنيكي، ماشي. فبولس الرسول كان بيشجعهم بيمدحهم، أوكي. كان يقول لتلميذه تيموثاوس، يقول له إيه؟ إنك منذ الطفولية وأنت عيل صغير تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص او تحكمك للخلاص. هو بيقول له انت يا تيموثاوس، انت وصلت للي انت فيه ده لانك وانت صغير، عيل صغير خالص، ايه اللي حصل؟ مامتك وجدتك زرعوا فيك كلمه ربنا. تعرف الكتب المقدسه ليه؟ اعرفها لان الكتب المقدسه دي هي اللي هتعرفك الصح والغلط. بس ما صدقوني، احنا ساعات كتيره قوي بنربي اولادنا، صح، بنربيهم وبنحاول نعمل كل حاجه وبناخد كورسات وبنروح سايكولوجيست وسايكاتريك وكونسلرز والحاجات دي كلها. at the end اللي بيحصل we can't، مش عارفين، اوكي. لكن انا حاولت ان انا احط لابني وبنتي كلمه ربنا كل يوم واقعد اقرا معاهم واصلي معاهم واحكي لهم. هل جربت اعمل الموضوع ده كل يوم وشفت النتيجه ايه ولا ما شفتش النتيجه ايه؟ ساعات كتير احنا بنحاول نعمل كل حاجه بس نيجي عند اهم حاجه. وانا بقول برضو عن نفسي عشان قبل يعني ما حدش، انا بتكلم عن نفسي قبل اي حد، ان احنا نيجي عند اهم حاجه في حياتنا هو الكتاب المقدس. للاسف احنا كأرثوذكس بالذات احنا مقصرين في الكتاب المقدس. معرفتنا بالكتاب المقدس يكاد تكون
نعرف. انا طبعا انا عارف ان في ناس حلوين خالص في الكتاب المقدس، انا ما بتكلمش يعني، انا بتكلم اجنرال ايديا. احنا نعرف بس الهوامش بتاعت الكتاب المقدس، يعني نعرف مثلا رساله بولس الرسول هم كتب 14 رساله، نشكر ربنا كفايه خالص. اعرف ان في 4 اناجيل واعرف حبه قصص صغيره، لكن انا دخلت في العمق في الكتاب المقدس ولا؟ طيب علشان الوقت، هل الكتاب المقدس فعلا مهم ولا لا؟ فعلا مهم ولا؟ يعني انا لو قريت الكتاب المقدس او ما قريتهوش الموضوع هيفرق كتير ولا مش هيفرق كتير؟ هفكركم بكذا نقطه كده، ويا ريت يعني نحطهم في دماغنا ونفكر فيهم، نفكر فيهم بس مش اكتر. كم مره فينا احنا ساعات بيجي لنا اوقات ان احنا نفقد الرجاء، نحس ان ربنا خلاص يعني رمى طوبتنا زي ما بيقول. هل وصلنا لاي درجه من الدرجات دي قبل كده؟ الكتاب المقدس بكل بساطه هو اعظم رساله رجاء لاي انسان خاطي. اعظم رساله رجاء لاي انسان خاطي. احنا كنا بنعمل يعني الفتره دي بنعمل دراسه كتاب عندنا في الكنيسه لرساله بولس الرسول لتيموثاوس، تيموثاوس الاصحاح الاول، ماشي؟ بولس الرسول بيقول لتيموثاوس ايه؟ بيقول له ايه بكل بساطه كده في الاصحاح الاول؟ بيقول له خلي بالك تيموثاوس، انا كل اللي فيا ده عن طريق رحمه ربنا. بولس الرسول اللي هو شاول اللي هو قتل وذبح، بيقول له انا كل اللي فيا ده دي رحمه ربنا. وعشان اقول لك حاجه، اي شخص فاقد الرجاء يجي يبص لي انا اللي انا كنت بقتل وبضطهد وبعمل وبفتري وي وي وي، بس لان رحمه ربنا كبيره خلاني خادم في كنيسه الله. يعني لو انت فاقد الامل تعال شوف بولس الرسول، لو انت فاقد الامل روح شوف السامريه، لو انت فاقد الامل روح شوف المراه الخاطئه، لو انت فاقد الامل في اشخاص كتير قوي في الكتاب المقدس. لو انا ما اعرفش الكتاب المقدس عمري هعرف الناس دي؟ مش عارفهم. الشيطان بصوا مع الشيطان بيضحك علينا قوي، لان انا مش عارف كلمه ربنا، ما عنديش خبره بكلمه ربنا. لما بتيجي مواقف انا بحس ان مفيش ياس، الحياه كلها ياس، مفيش امل. اتمنى ان محدش يكون وصل للموضوع ده، بس لو وصلنا للموضوع ده الكتاب المقدس هو اعظم رساله، اعظم رساله ان هو يخلي الشخص اللي ما عندهوش امل وما عندهوش رجاء يكون عنده رجاء وامل ان رحمه ربنا فوق ما نتخيل. اوكي، فنحط في دماغنا ان الكتاب المقدس اللي بيقراه واللي بيعرفه واللي بيختبره هيعرف ان مهما عملنا في حياتنا ما دام بنتنفس يبقى في امل، وما دام بنتنفس بنقول يا رب يبقى ربنا قادر ان هو يشيلنا من اللي احنا فيه. طبعا محتاج جهاد 100%، بس في نعمه لربنا موجوده ممكن تنقذنا من اي حاجه. I think احنا بنخلص 9:30، فانا عشان الموضوع نقدر نخلصه في وقت يعني مناسب هنحاول نجري شويه. الكتاب المقدس كم مره اتسالنا هو السيد المسيح هو ربنا، او السيد المسيح قال عن نفسه ان هو ربنا؟ سواء واحنا صغيرين واحنا كبار من اخواتنا اللي مش مسيحيين، هل الكتاب المقدس بيجاوب السؤال ده؟ لو انا ما قريتش الكتاب المقدس، ما قريتش انجيل يوحنا بالذات عمري ما اكود طبعا يعني هو السيد المسيح، هو راجل محترم ونبي رائع ومعلم، لكن ما قالش عن نفسه ان انا الله او ان انا ابن الله. وهو لو قال ابن الله، هو ابن الله دي معناها الله؟ لو انا قريت في انجيل يوحنا الموضوع واضح خالص، يعني السيد المسيح كان واضح خالص ان هو كانوا عاوزين يرجموه اكتر من مره في انجيل يوحنا. ليه؟ لانه هم قالوا عليه ان هو قال ساوى نفسه بالله، ده في انجيل يوحنا. طب انا لو ما قريتش انجيل يوحنا هل عمري اعرف ان سيد المسيح هو ربنا ولا لا؟ الكتاب المقدس لما بيكون في ايدينا
ولما بنحس بيه وبنعيش بيه بيفرق كتير جدا في حاجات كتير. Alright. فأول حاجة نفتكر هو أكبر وأعظم رسالة رجاء لكل واحد فينا بعد عن ربنا وحس إن ربنا سابه. بس كتاب مقدس لو قعدنا نقراه هنفتكر إن ربنا عمره ما يسيبنا. كلنا بنيجي في أوقات مش عارفين نتصرف إزاي، صح ولا غلط؟ أكيد ما حدش يعني في كل موضوع تلاقي إن هو عارف الحل، ما حدش على وجه الأرض. لكن الكتاب المقدس في رسالة يعقوب الإصحاح الأول يقول إيه؟ لو أنت عايز حكمة تعمل إيه؟ تروح تسأل الناس. رسالة يعقوب تفتكروا عليه؟ اطلب الحكمة، اطلب من ربنا يديك حكمة. طب ربنا هيديني حكمة ازاي؟ يعني هينزل الحكمة كده من السماء؟ الكتاب المقدس فيه كتب كلها حكمة. من اعظم الحكم اللي في حياتنا والحكم الروحية اللي كتبت على وجه الارض سليمان الحكيم اللي احنا بنقول ان هو يعني اعظم ملوك اللي كان في الوقت ده، كتب كمية حكم لو احنا بس قريناها كذا مرة هنلاقي احنا نفسنا بنتعامل بحكمة. ماشي؟ حكم عن الكلمة الكويسة، الكلمة الحلوة، حكمة عن عدم الكسل، حكمة عن عدم الغضب، احكام وحكم جميلة جدا لو احنا فعلا قريناها الموضوع هيفرق كتير قوي. سفر الجامعة 12 إصحاح ما هو إلا عبارة عن حكمة شخص في آخر حياته بيقول للناس كلهم الحياة. هو طبعا يعني الموضوع يعني هو طول فيه شوية، لكن بكل بساطة في آخر إصحاح في الحكمة أو في الجامعة قال لهم إيه؟ بعد ما أنا لفيت ودورت والحكمة خلتني أنا لدرجة أنا ما كنتش بنام الليل، قال لهم أكتر حاجتين يخلي الواحد يبقى فرحان ومبسوط بربنا، اتق الله واحفظ وصاياه. بس بعد كل الخبرات بتاع سليمان الحكيم دي احنا لو لفينا ودورنا مش هنلاقي حكمة. هو نفسه قال له هتقعدوا تلفوا وتدوروا وتدوروا وتسألوا مش هتلاقوا حكمة اعظم من الحكمة اللي انا بقولها لكم. ليه؟ لان سليمان الحكيم اخذ حكمة سمائية من ربنا وحكمته الارضية لا يوجد زيها، ما فيش زيها، لأنه كان ملك وكان الناس بتجيله من أماكن. يعني ملكة اليمن كانت جات له بأساطير محملة وسطول محمل بهدايا علشان بس تتعامل مع سليمان الحكيم ده وتشوف حكمته. بس فلما يبقى احنا ده قدامنا في ايدينا سفر الأمثال وسفر حكمة سليمان والجامعة ونشيد الأنشاد ويشوع ابن صراخ، الكتب دي كلها كم واحد فينا قراها؟ ولو قرناها مرة هل قعدنا نقراها ونفهمها ونرجعها؟ هل احنا عملنا كده ولا لا؟ نرجع تاني، هل الكتاب المقدس مهم ولا مش مهم؟ ما هو الموضوع ده لازم نطلع في اخر الموضوع ان احنا اؤمن ان الكتاب المقدس هو اهم حاجة في حياتي. لو عايز رسالة رجاء الكتاب المقدس، لو عايز اعرف ان سيد المسيح هو الله، لو انا عندي شك الكتاب المقدس، لو انا عايز حكمة اطلب من ربنا واصلي واقرأ اسفار الحكمة في الكتاب المقدس، لو انا مش بقرأ الكتاب المقدس هل اعرف وصية ربنا ولا مش عارفها؟ لا، الكتاب المقدس عبارة عن حاجات كتير بس منها وصية الله. ماشي؟ وصية الله. كلنا بلا استثناء بنقول كلمة واحدة، كلنا بنحب ربنا، صح؟ كلنا بنحب ربنا. طب كم واحد فينا بيعمل وصية ربنا؟ كم واحد فينا بيعمل وصية ربنا؟ لو أنا سألت نفسي كده هل فعلا أنا وصايا ربنا اللي مكتوبة في الكتاب المقدس بعملها ولا لا؟ طب أنا أصلا أعرفها ولا لا؟ سيد المسيح في إنجيل يوحنا يقول إيه؟ علشان ما نلفش وندور معاه قال لنا من يحبني يعمل إيه؟
يحفظ الكونديشن اللي اتحطت. لو انا بقول انا بحب ربنا فعلا احفظ وصايا ربنا. طب احفظ وصايا ربنا ازاي؟ انا معرفهاش. الكتاب المقدس. عشان كده انجيل معلمنا متى 5 و6 و7 بيقال عنه ايه؟ هو الدستور بتاع المسيحيه، قانون العهد الجديد. لو انا قريته وفهمته وحفظته وعشت بيه يكفيك ان ده دخلك ملكوت. متى 5 و6 و7 في آية حلوة خالص، في آية حلوة خالص بتقول ايه؟ خبأت كلامك في قلبي كي لا أخطئ اليك. مين اللي قالها؟ داود، داود النبي. يعني ايه خبأت كلامي في قلبي؟ يعني الكتاب المقدس زي ما قلنا في الاول خالص هو كنز. كنز. هل انا لو عندي كنز هقعد اوريه للناس؟ شفت انا عندي كنز؟ شفت انا مش هوريه للناس، لكن هخبيه في قلبي. عشان كده داود النبي يقول ايه؟ داود الملك يقول ايه؟ خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. لان انا لما خبأت كلامك انا خبأت وصاياك، ولما خبأت وصاياك عرفت انت بتحب ايه وايه الحاجه اللي ممكن ما تعجبكش. فايه اللي عملته؟ فسمعت الكلام عشان لا أخطئ إليك. تمام؟ في حاجة very dangerous بنقابلها بالذات في سر الاعتراف. أوكي؟ في سر الاعتراف. إيه في سر الاعتراف؟ ساعات كتير قوي أنا أقابل شخص وأقول له ما شفناكش بقالنا فترة، فقال لي ابونا يعني بس شهرين ثلاثة يعني. فالإجابة بكل بساطة، أنا عارف إن الإجابة بسيطة خالص بس ليها دليل مش 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 كويس. بيقول لي يا ابونا أنا بعمل إيه؟ مفيش حاجة يعني، مفيش حاجة يعني كبيرة أنا عملتها عشان أجي أعترف بيها. الكتاب المقدس هو مراية أقدر أشوف فيها ضعفي. احنا الضمير بتاعنا مشكلته ان هو ممكن، عارفين إلاستيك باند؟ أستيك. ضميري ممكن يتشد وممكن يقبل اي حاجة. اي حاجة ممكن يبقى ضمير، الضمير. لكن انا لو يعني طبقت اللي انا بعمله على ضميري ممكن اقبل كل حاجة. ممكن ان انا اقبل ان انا اسرق، ممكن ان انا اقبل ان انا ابص على مناظر مش كويسة. الدنيا اللي احنا فيها دي والمجتمع اللي احنا فيه بيسمح بكل حاجة، بيسمح بكل حاجة. والجديد اللي بيحصل ان هما بيليجالايز اي حاجة غلط. يعني الهوموسيكشواليتي او السيم سيكس ماريج، الفكرة دي فكرتها ببساطة خالص ان هي خطية بقت حاجة مباحة. انا بالنسبة لي ممكن اعملها لان مجتمع قابلها وضميري ممكن يقبلها، لكن الكتاب المقدس يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ ده السؤال. عشان كده الكتاب المقدس هو اللي بيقول لي انت بتعمل حاجه صح وبتعمل حاجه غلط. في ايات لو انا قريتها هحس ان انا فعلا يعني نقطه في بحر. لما الكتاب المقدس يقول لي ليكن كلامكم للبنيان، معناه ايه؟ معنى أن الكلمة اللي أنا بقولها بتهريج أو بشتم حد أو بزعق لحد أو 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 مش للبنيان، ده مش صح. لما يقول لي لو في إيدك حاجة تعملها خير وما عملتهاش، دي خطية. طب ده معنى إيه؟ معنى أن في كتاب مقدس في حاجة كتير قوي أنا معرفهاش، وبالتالي أنا شايف نفسي أن أنا بار. الموضوع ده مهم، يا ريت نركز فيه. مرايتي مش الاخرين. يعني انا لو انا بشتم وبحلف، الناس كلها بتشتم وبتحلف، بالنسبه لي انا ما بقتش خطيه. ما دام حاجه عامه يبقى مش خطيه. هل ده صح؟ لا، مش صح ان انا بكذب بشتم وبحلف. الحاجات دي كلها عندنا حتى سبيشالي في الولاد، ولادنا برايمري والهاي سكول،
لما نيجي نسألهم يعني إيه إيه خطية اللسان، يعني إحنا أخبرنا إيه في اللسان، لما تقولوا مثلاً شيء ما everyone does the same that's right. الكذب يعني not every day but I do. الموضوع بقى إيه؟ بقى إن أنا الخطية بقت مية. خلي بالنا جماعة، خلي بالنا الموضوع ده، يا ريت نخلي بالنا، الخطية بقت مية. يعني ان انا ممكن اغلط وضميري يسامح، مفيش اي مشكله، جو اهيد. كتاب مقدس مش موجود. لو انا عايز اعرف فعلا انا خاطي او مش خاطي، او عندي ضعف او ما عنديش ضعف، انا هبص للكتاب المقدس وقارن نفسي بيه. هو المرايه اللي تخليني اعرف هل انا فعلا خاطي ولا مش خاطي. بولس الرسول امبارح في رساله تيموثاوس يقول ايه؟ يقول صادقه ومستحقه الكلمه أن السيد المسيح جاء ليخلص العالم، والخطاة الذين أولهم أنا. بولس الرسول اللي هو يعني قيمته فعلا لا تقدر، وعمل تبشير في كل مكان، بيقول إيه؟ أنا أول خطاة. محتاجين نخلي بالنا الموضوع ده. في آية حلوة خالص في العبرانيين، بتقول إيه؟ الآية دي ياريت نقراها كتير. بليز، أنا بحاول أقراها كتير ونحاول نقراها كتير. ليه؟ الآية دي قوية جدا عن كلمة ربنا. بيقول إيه؟ كلمة الله هي حية وفعالة. إحنا كلنا حافظين أول حتة دي، بس الجزء اللي بعده ده فعلا تحسس ان كلمه ربنا دي زي اشعه الليدر كده، تدخل من اولك لاخرك. تقول ايه؟ كلمه الله حيه وفعاله، امضى اقوى من كل سيف. ليه حدين؟ حد بيدين، في حد بيدين، لانه السيف ذو حدين. ده ليه سيف ذو حدين؟ يعني لما بسمعش كلام يقولك انت غلطان، ويشجع اللي ما عندوش رجاء معايا، عشان كده هو حدين. خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والنخاع، مميزة أفكار القلب ونياته. عشان كده لما نيجي نقول إن الكتاب المقدس هو المراية بتاعتي، ليه المراية بتاعتي؟ لأنه بيميز أفكاري ونياتي، بيدخل جوه أعماقي. إحنا من بره ممكن نبقى بيرفكت، واضحين وجمال ولمعين حلوين خالص، من جوه كلنا فينا عيوب. ما فيش حد هيقدر يوصل للعمق، عمق الأعماق، غير كلمة ربنا، لأن هي حية وفعالة وأمضى من سيف زي كل حدين. عشان كده أنا هختم أول نقطة، والنقطة تانية بالظبط هنحاول نخلصها في 5-7 minutes time شوية time. سيد المسيح ربنا لما جه يكلم يشوع بن نون، ماشي، بعد موسى النبي، الصح الأول، قال له وصية كده قوية جدا. قال له إيه؟ لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. يعني كلمة ربنا ما تسيبهاش، اوكي، تلهج فيها نهارا وليلا. يعني انت عارفين الهجان اللي هو ايه؟ الواحد كده بيبرطم، بيكلم صبح دور الليل، بيلهج نهار وليل. لتتحفظ للعمل حسب ما هو مكتوب فيه، لانك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. شوف ربنا بيقول ليشوع ايه؟ بيقول له خلي بالك سفر الشريعة ده ما تسيبهوش. ونفس المسج لينا، احنا لينا كل واحد فينا، احنا مجتمع صعب، فربنا بيقول لنا كل واحد فينا سفر الشريعة، كلمة ربنا don't let it go، ما تسيبهاش. لان احنا وانس ان احنا نسيبها ايه اللي هيحصل؟ حياتنا هتبعد خالص عن ربنا، مش هيبقى عندنا رجاء، مش هنعرف ان سيد المسيح هو ربنا، واي حد هيشككنا. هتكون مراية واضحة خالص لكل اللي احنا بنقع فيه.
طيب يا ريتنا كنا خدنا فكره كده ان فعلا الكتاب المقدس هو حاجه مهمه في حياتي، بس هو ده اللي احنا عاوزين نوصله. الكتاب المقدس مهم، مهم في حياتي. اوكي طيب النقطه الثانيه كده في فيو مينتس بسرعه، انا عاوز اسالكم، هسالكم ثلاث اسئله بس مش عاوز طبعا اجابه. هسال سؤال، اول حاجه بتقول ايه؟ هل انا باخد الرساله اللي انا بسمعها او بقراها كرساله موجهه ليا انا في حياتي انا في موقفي انا ومع اسرتي انا، ولا بسمعها وممكن اطبقها على الاخرين؟ يعني في ناس حلوه خالص ممكن تطبق الانجيل على الاخرين، يعني انا ادين الاخر بكلمه ربنا لكن تيجي عليا انا I'm the best. اكيد على سمعتوا القصه دي. القصه دي عن شخص خادم حلو خالص، خادم حلو خالص في الكنيسه وبقى له فتره كبيره قوي امين خدمه، والشخص ده كان في حفله وبعد كده طلعوا يسالوه اسئله في الكتاب المقدس. اوكي الشخص ده يعني للاسف ما عرفش يجاوب ولا سؤال، مع ان هو شخص خادم وبقى له فتره طويله قوي وامين خدمه. فجي ابونا بيساله بعد ما يخلص بقى له يعني ما تزعلش مني بس ممكن اسالك سؤال، هو ليه حضرتك ما عرفتش تجاوب ولا سؤال؟ فالشخص ده بكل اتضاع وبساطه قال له اجابه رائعه جدا. قال له ايه؟ قال له بص يا ابونا، انا من شبابي انا كل اللي بقراه ثلاث اصحاحات متى 5 و6 و7 كل يوم لغايه النهارده، وكل يوم بحاول اطبق ايه واحده ومش عارف اوصل للحل، مش عارف اطبقهم. فعشان كده انا لسه ما عديتش متى 5 و6 و7، عشان كده بقول لكم متى 5 6 7 ده هو ممكن تكون ثلاث صحات بس، لكن فيهم كل الحياه المسيحيه، فيهم دستور الحياه المسيحيه. فالشخص اللي يقراهم هو 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 ما اكتفاش بالقرايه يا جماعه، هو ما اكتفاش بالقرايه، هو عدى موضوع القرايه ده خالص، هو كان بيحاول ان هو يعيش بالكتاب المقدس، يعيش بيه. يعني الايه اللي ما بتقول طوبى للرحماء لانهم يرحمون، ياخدها كده ويبتدي يعيشها. في الاسبوع الجاي ده انا هرحم الناس، هل برحم الناس ولا لا؟ فالشخص ده كان فعلا اخذ الكتاب المقدس لحياته الشخصيه وابتدى يعيشه ويحاول. هو اي نعم لسه منجحش ان هو يعني يعمل الوصيه، لكن هو بيحاول، هو بيحاول. عشان كده هو ما قراش كل حاجه، كل اللي قراه في كتاب مقدس 3 اصحاحات وبيحاول يطبقه. هل ده احسن ولو انا قريت كتاب مقدس 100 مره؟ مين احسن قدام ربنا؟ مين احسن؟ اللي بيحاول يطبق، هو بكل بساطه اللي بيحاول يطبق هو الاحسن. يا ريت واحنا بنقرا الانجيل في حاجات كتير قوي يا ريت اخدها على نفسي، انا اقراها واطبقها على نفسي. النقطه الثانيه قبل ما بقرا الانجيل، هل انا حاولت ان انا اصلي واقفل عيني كده واطلب من ربنا اقول له يا رب يا ريت الوقت اللي انا اقضي معاك يا ريت فعلا تبعت لي رساله وتديني فهم وإنارة للعين إن أنا أفهم كلمة ربنا، أفهم كلمتك، لأن دي في الأول والآخر هي كلمة ربنا، لو هو عاوزني أفهمها هفهمها. الموضوع ده حصل في around 1950 back in upper Egypt. في الصعيد كان في قصة كده ذكرها أبونا لوقا سيدروس، معرفش أكيد تعرفوه طبعا. القصه دي حصلت بيقول ان كان في زمان، طبعا عارفين ان كان الـ 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 البنات ما بيتعلموش او اغلبهم ما بيتعلمش. فاللي حصل ان البنت الكبيره دخلت المدرسه فقاموا على اهلها فراح خرجوها من المدرسه. بعدها بكذا سنه الموضوع هدي، فالاب دخل بناته التانيين للمدرسه ما عدا هي ما بتدخلش مدرسه.
البنت دي كبرت ماشي، ابتدت تشوف اخواتها البنات بيقروا الكتاب المقدس وهي ما بتقراش، ما بتعرفش يقرا. يوم ورا يوم ابتدت نفس يعني من جواها هي حزينه جدا. طب يعني اشمعنى انا وايه ذنبي ان انا مش بقرا الكتاب المقدس؟ طب انا عملت ايه؟ قعدت تصلي ربنا لفتره طويله، يعني بيقال ان هي مش اقل من 3 4 شهور كل يوم بتصلي بتقول يا رب ليه انا، ايه ذنبي انا ان انا ما بعرفش اقرا واكتب، ما بعرفش افهم كلمتك، ما بعرفش اقرا كلمتك. يوم كده دخلت فتحت الانجيل، لقيت بتعرف، هي دخلت نفسها تقرا الانجيل، لقيت نفسها بتقرا الانجيل ومش بتقرا بس، بتفسره بتفسره، لدرجة ان هو يحكى عنها ان بعد كده كانت هي اللي بتجمع اخواتها وتفسر لهم الكتاب المقدس. ماشي، استغربت، ابتدت يعني تبكي، ازاي حصل كده؟ راحت تجيب جورنان وفتحته بس ما عرفش يقرا حاجة، ما عرفش يقرا اي حاجة. ربنا عمل ايه بكل بساطة؟ من صلاتها خلاها ادها القدرة انها تقرا الانجيل، تعرف تقرا ومش تقرا بس، دي تفسر الانجيل وتفسره كما انزل. الشخصية دي حصلت في اسيوط حوالي 1952. تخيلوا، هل ربنا يعني انا اسف يعني ما عندوش قلب ان يشوف شخص امين وبيحاول يقرا الانجيل وبيحاول يفهم ومش هيديله فين؟ مش ممكن، مش ممكن. لو انا شخص امين وبحاول اقرا الانجيل وبحاول اعمل اللي عليا في الانجيل بس للاسف مش قادر افهم، ثق ان ربنا هيديك الفهم وهيديك الفكر ونارة العقل انه يديك انك تفهم اللي انت بتقراه. آخر نقطة، أسأل نفسي وأنا بقضي قد إيه في الكتاب المقدس؟ 5 دقايق ولا 10 دقايق؟ لما أجي أقرأ الإنجيل هل بقرأ بس ولا بحاول أفهم؟ يوم الحد بإذن ربنا لو الإنجيل اللي هتسمعوه هو إنجيل إيه؟ إماجن كده، مثل الزارع كلنا حافظينه وفاهمينه يعني عن ظهر قلب وعارفين ان مثل الزارع بيتكلم عن كلمة ربنا، صح؟ بس آخر آية في الإنجيل، مع ان انا قريته كتير بصراحة، بس آخر آية عجبتني قوي ويعني حسيت انها فعلا مهمة جدا. آخر آية سيد المسيح لما جه فسر المثل ده بيقول ايه؟ الذي في الأرض الجيدة هو الذي يسمع الكلمة اللي هي ايه؟ يعني بنقرأ، يعني احنا بنقرأ، يسمع الكلمة فيحفظها في قلب جيد، بس كده؟ لا. ويثمر، بس كده؟ لا، بالصبر. 3 خطوات، قراية أو سمع، إحنا بنقرأ أكتر ما بنسمع، أو ممكن بنسمع، قراية أو سمع يعني، أحفظها في قلبي، هأثمر بيها، لكن الكونديشن إيه؟ محتاجة صبر. عشان كده لما جه السيد المسيح قال المثل ده، قالوا على إيه؟ قالوا إنه مثل الزارع، قال كلمة ربنا هي بذرة. هي البذرة دي بتطلع في يوم وليلة؟ عمره؟ يبقى يعني انت عارفين لما بتطلع حشيش كده يقولك حشيش شيطاني، ليه؟ انه بيطلع بسرعة، صح؟ لكن البذرة لما تيجي البذرة حية تحطها في الأرض محتاجة صبر انها تكبر. هي كلمة ربنا بالزبط كده، كلمة ربنا هي بذرة. انا فتحت الانجيل وقريت، انا حطيت بذرة، ايه اللي بيحصل بعديها؟ انا بقى اتشغلت
مش مركز، مش مهتم، whatever the reason، whatever the reason، البذرة دي حصل لها ايه؟ ماتت، ماتت. عشان كده المسيح لما جه يتكلم عن الارض، الارض الجيده والارض اللي فيها شوك والارض الصخريه والارض على الطريق، اربع انواع من الطرق، ودي قلوبنا وحياتنا هي بكل بساطه. لكن هو بكل بساطه ان انا لازم افهم ان القرايه بس هي انت حطيت البذره في قلبك وموتها، ده بكل بساطه. طب انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اخد الايه واقراها وافهمها واحفظها في قلبي، مش لازم احفظها في مخي، لان احنا كبرنا مخنا مش عارف يجيب كتير، لكن احفظها في قلبي. ولما احفظها في قلبي ايه اللي بيحصل؟ تبتدي تثمر، تبتدي تنتج، تطلع. لكن انت محتاج نعمل ايه؟ محتاج اصبر، محتاج اصبر. عشان كده الفلاح عمره ما بيستنى يومين ثلاثه ولا لا، ده بالشهور، عشان البذره الصغيره دي تطلع ثمره بالشهور. طب انا مستعجل على كلمه ربنا ازاي؟ يعني هو سيد المسيح بيقول لنا لازم نسمع ونحفظ ونثمر بالصبر، بالصبر. بصوا يا جماعه، الانبا انطونيوس لما جه خد الايه اللي بتقول ايه؟ لو بتحب ربنا بيع كل مالك وتعالى واتبعني، صح؟ احنا كلنا سمعنا الايه دي كتير، صح؟ سمعناها كتير. بس الانبا انطونيوس ما اكتفاش بالسمع، ده هو سمع وحفظ واثمر بالصبر. يعني to conclude عشان لو هتعملوا المديحه، هما نقطتين. النقطه الاولانيه انا لازم اؤمن واحس من جوايا ان الكتاب المقدس مهم جدا 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 في حياتي. طيب لو انا حسيت انه مهم، طب انا اعمل ايه؟ ايه الاكشن اللي انا هعمله؟ بكل بساطة لو انا بدي كتاب مقدس خمس دقايق، لو انا فكرت كده خمس دقايق دلوقتي، هل هم يكفوا ان انا اقرأ واحفظ واثمر؟ اكيد لا. محتاج ان انا ادي وقت لربنا اكتر. كل ما ربنا بيشوفني امين، كل ما ربنا بيكمل الضعف اللي انا فيه، سواء عدم فهم سواء عدم تركيز، ربنا هيكمل الضعف. محتاج ان انا اخد الرساله كرساله شخصيه ليا انا، مش لاي حد تاني. محتاج ان انا اصلي قبل ما اقرا الانجيل واطلب من ربنا انه يديني الرساله دي ليا انا وينور عيني. محتاج ان انا مش اقرا بس، انا اقرا واحفظ علشان اثمر بالصبر. ولله المجد دائما ابديا امين. نشكر وتسابونا، ويريد فعلا يكون الكتاب المقدس فعلا أهم شيء في حياتنا، نكون نقرأ ونفهم ونعمل بالكلمة. قبل ما نعمل مديحة ماري مرقص، رحب بإخواتنا الجداد، أستاذ جيمي، مدام نرمين. الهدايا النهاردة للأولاد، الهدايا للأولاد، فاختار هديتين بقى للأولاد. هدايا النهاردة للأولاد عشان عارفين ان هم عندهم أولاد صغيرين، وجون وكارولين تفضل. زي ما قلنا هدايا للأولاد مش للكبار. يا ريت نشوف كل مرة باستمرار في الاجتماع. نشكر ربنا، المؤتمر الأسبوع اللي فات كان ناجح جدا، وكان يعتبر من أحسن المؤتمرات اللي اتعملت، كان فيه مجهود رائع. نشكر ربنا، وربنا يعود الخدام بذلوا مجهود كبير. الصور والمحاضرات أو المحاضرات والتراتيل كلها هتنزل النهاردة على اليوتيوب في صفحة الاجتماع، هتنزل النهاردة إن شاء الله على صفحة الاجتماع في اليوتيوب.
ده بإذن الله يعني اللي ما راحش إن شاء الله يكون معنا السنة الجاية ونستمتع كلنا. كانت فعلا ثلاث أيام تراتيل والكلمات والوقت كله, ونشكر ربنا الجو كان كويس. فنحب نشوف كلكم مرة جاية إن شاء الله. في حد ينبه على أي حدا؟ لو في أي اقتراحات أو أي تنبيه أي مثلا تحب تقول أي حاجة للخدام في ظروف أو بوكس ورا, أو يعني يكلم أستاذ روماني أو يكلمني أو يكلم أي حد من الخدام أستاذ ناصر. لو أي حد عايز أي حاجة, في أي استفسار أي اقتراحات أي حاجة, في حد مثلا يعرف حد تعبان أو حد عمل عملية ممكن نحن نروح نزوره, فياريت تقولوا لنا يبقى كتر خيركم. تفضلوا نصلي. في أغابي بعد ما نصلي؟ تفضل يا فادي. سلام لك يا مريم وروس يا ابن أرسطوبولو رز باسم يسوس ماركوس بيابوستولوس مولود في القيراوة مك في كل مكان خالد كل الأزمان ماركوس طولوس من ليبيا لفلسطين إلى أرض الفيسين أتيتم هاربين مرقس وسطولوس تبعت الرب يسوع ربت ما إلي أنبوع بشرت في الربع مرقس بسطولوس مرقس ما بك تجد أسديني يسيران ضد فمة الوحشان مرقس بيا بسطولوس أم قديسة جعلت بيتها كنيسة قدمت خدمة نفيسة بسطولوس ويسوع في مكان باي أرسل تريد صنع الفصح العتيد بسطولوس ربنا القادر صنع الفصح الآخر مرقس بيا بسطولوس تابعت إلى المستنسك بك الشوبان هربت منه مريان مرقس ما
في أسطولوس وفي حياتك أسرة الله القوي الجبار فيها خلاص الأبرار مرقص في أسطولوس يوم الخمسين حل الروح الموعد على كل المجتمعين مرقس بسطولوس مثل ألسنة نار وضاح النار مستقرا على الأطهار مرقس بسطولوس فتكلمتم بلغة أهل جميع الجهات أصحابكم الآيات مرقس بسطولوس ثم جاءت الجموع إليكم بكل خضوع آمنوا بالرب يسوع مرقس بسطولوس اعتمدوا 3000 سلكوا بتوجيه وإشراف عاشوا بعفاف مرقس بأبسطولوس بعد يوم الخمسين مبشرين كل العالمين مرقس بأبسطولوس مرقس يا أبانا يا محبا آتانا إيمان هدانا مرقس بأبسطولوس ما سمعت إنيانوس يصرخ إيوستيوس رفت طريق إيسوس مرقس بأبسطولوس خدمة النفوس رسمت إنيانوس قف من معقوسوس مرقس بأبسطولوس تسكو كلية للعلوم اللاهوتية أول إكليريكية مرقس منه أظهر الآباء بطركة وعلماء حفظوا الإيمان بدماء مرقس بسطولوس ازدادت أفضالك والروح قد أحوالك بكتابة إنجيلك يا أبسطولوس كتبت للرومان بني الإنسان عن الملك الديان مرقس أبسطولوس قد أكملت الجهاد بدم الاستشهاد ما جاء الميعاد مرقس بأبسطولوس يوم احتفل بالعيد جرك وعبد والنار لاهب يزيد مرقس بأبسطولوس الله من أعلى سماء أرسل بمياه تطفئ النار الأثماء مرقس بأبسطولوس آخر برمودة صار لنا عادة ذكرى الشهادة مرقس بأبسطولوس في آخر باب ظهر الرأس شهيد معونة لمن يريد في 17 باونة البابا كارلوس بمعونة عدرفت أبونا مرقس بأبسطولوس من نظر إلى الذي لا عين ترى نسجد ونمجد يا مرقس بسطولوس مري مرقس يا عمود للحدود أسد خارج ليسود مرقس بسطولوس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله مري مرقس إن أجمعين خير Yeah.
Christos is moni siti nemni semnem nea irented venem nemo em via roma rebek nainem tekerini bekla o sotiem mono o nainan kirieleison kirie flogis on amines moeroes moeroes timetania vies ma magalam sakina kul shukriya benes